تعال أخدك على خبر أنا أراه من الأخبار الجيدة جدا وبامتياز، وتحديدا من مركز معلومات مجلس الوزراء اللي بالفعل عمل استعراض لخطة إعلان مصر خالية من الأمية حتى ديسمبر 2024. احنا بنتكلم تقريبا سنة وشهرين وكسور. دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أهلا بك يا دكتور. اهلا بيك استاذ يوسف وبالساده المشاهدين. ابرز ملامح هذه الخطه الطموحه ذات الخبر العظيم والرائع والجيد. انا بشكر حضرتك، يعني مصر تبنى من جديد اخي العزيز. صحيح يا فندم. ما حدث في السنوات الاخيره من انجازات يشهدها القاصي والداني لخير شاهد ودليل على قدره مصر على العطاء والتضحيه والفداء ومجابهه التحديات. المصر ابن حضارة وتاريخ، تتجسد حضارته وتاريخه تسلكياته وتظهر واضحة وجلية أثناء الأزمات. الحقيقة قضية الأمية من القضايا الشائكة اللي بتحظى أول مرة رأس الدولة يتحدث عن محو الأمية وفخامة دولة رئيس الوزراء، بوجه لهم كل الشكر على إلقاء الضوء على هذه القضية التي جثمت على صدر المصريين لفترات طويلة من الزمن. مصر تبنى من جديد، 6 مليون يتحررون من الأمية من 2014 حتى الآن، رقم غير مسبوق في تاريخ مصر. القادم أفضل إن شاء الله، سنعلنها خالية من الأمية في 2030 طبقا لرؤية مصر 2030 بإذن الله تعالى. تكاتف الجهود الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، مع النقابات، مع الأحزاب السياسية، مع الجامعات المصرية، مع جيشنا العظيم اللي بوجه له كل الشكر بمناسبة 6 أكتوبر العظيم ومرور 50 سنة على احتفالنا بنصر أكتوبر، العمود الفقري للبلد، اليد الحامية أثناء الأزمات، اليد الحامية أثناء من الأعداء. الحقيقة الشرطة المصرية تعاونها معنا في ملف أول مرة بتخش الهيئة لمراكز الإصلاح والتأهيل، تأهيل أكثر من وتحرير أكثر من 1200 نزيل في سجن جمصة من الأمية. الحقيقة ده بيدل على قدرة المصريين، تأكيد فخامة الرئيس وتكريمه لسيدة أيقونية تعدت 87 سنة من محافظة المنوفية وحصولها على شهادة محو الأمية، نقدمها للمجتمع كأيقونة ورمز من الرموز المصرية المضيئة اللي بتعكس قدرة المصريين على صناعة الفارق دايما في كل قضاياهم وقدرتهم على مجابهة أي تحدي لم يمنحها اعتلال بصرها واعتلال صحتها ومن مواصلة تعليمها وحصولها على الشهادة. ده الحقيقة نموذج طيب. حديث فخامة الرئيس مع أحد المجندين وحثه على ضرورة حصوله على شهادة محو الأمية إيمانا من رأس الدولة بأن تأمين الوطن بالعلم لا يقل في الأهمية عن تأمينه بالسلاح. أهل العزيز، مصر تبنى من جديد. ما حدث في السنوات الأخيرة من مبادرات رئاسية كريمة تجوب الكرة والنجوع والعجب والكفور من أجل ارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري، مما لا شك فيه مسألة محو الأمية ودي حاجة مهمة جدا. يمكن الرئيس طالما يعني رفع شعار بالعلم والعمل نبني هذا الوطن، ومن هنا يمكن عايز أعرف أكتر على إيه خطتنا لمحو الأمية بإذن الله حتى ديسمبر 2024 أو الملامح الرئيسية. الحقيقة الملامح الرئيسية للخطة بتقوم على وضع خريطة طريق لكل جنيه ينفق في الهيئة، تبني فقه الأولويات، التركيز على ثقافة التطوع بين الشباب، وتأكيد فخامة الرئيس في أكثر من منتدى من منتديات الشباب على أن يكون لطلاب الجامعات والشباب المصري دور في خدمة قضايا المجتمع ومنها قضية محو الأمية. الكمية المتبقية عندنا أخي العزيز تم توزيعها على المحافظات، فنسب الأمية متباينة طبقا لتباين المحافظة والتوزيع الجغرافي للسكان. وضع الهيئة خطة اسمها حياة كريمة بلا أمية، تم توزيعها على مدار لغاية 2030 وقبلها بسنة إن شاء الله نكون انتهينا من هذه القصة. تكاتف الجهود الحكومية مع منظمات المجتمع المدني، لأول مرة منذ تولي الهيئة الحقيقة في أبريل حتى الآن عاملين 1,350,000 في عام واحد، ده رقم غير مسبوق. الحقيقة خفضنا تكلفة الدارس ونزلنا بالتكلفة إلى رقم غير مسبوق أيضا. الحقيقة الاثنين بيسيروا بالتوازي جنبا إلى جنب من أجل ارتقاء بهذا الملف الحيوي والتنمية المستدامة لا تتحقق لها النجاح في ظل وجود الأمية. الديمقراطية التي يتحدثون ويتشدقون بها في ظل 15 مليون أمي تصبح حبر على ورق
محتاجين شغل ليل نهار من أجل إحداث تقدم ملموس في هذه القضية. تأكيد فخامة الرئيس وإلقاء الضوء على هذا المشهد في أكثر من مشهد إن دل فإنما يدل على وعي القيادة السياسية الحقيقة بهذه القضية. العالم بيتحدث الآن عن محو الأمية الرقمية والتكنولوجية والبيئية والصحية. العالم لن ينتظرنا حتى نتمكن من محو الأمية الهجائية. مطلوب منا كهيئة أن نقدم الوجبة العلمية الدسمة التي تضمن أكثر من نمط من أنماط الأمية في آن واحد. الحقيقة بنتكلم دلوقتي عن الخضرانة كمدخل في تعليم الكبار، بنتكلم عن المشروعات المتوسطة والصغيرة كمدخل في تعليم الكبار. تعليم القراءة وحده بمعزل لا يكفي لبناء إنسان قادر على تحقيق التنمية البيئية المستدامة، قادر على تحقيق التنمية المستدامة وإبعادها الاجتماعية. الهيئة بتقوم بدور مع الجهات الشريكة. على سبيل المثال الحصر تشبيكنا مع البنك الأهلي في محو الأمية المالية واستخدام الاي تي ام للدارس الكبير وعمل حساب في البنك، كلها قضايا مطروحة بتلامس حياة الناس البسيطة. تشبيكنا مع المجلس القومي للسكان في كل القضايا الاجتماعية من الزواج المبكر وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وغيرها من القضايا. الحقيقة في إطار منهج علمي مدروس بيننا وبينه. والحقيقة بكرة يعني عندنا اجتماع مع دولة رئيس الوزراء اللي بوجه له كل الشكر، مع المجلس القومي، مع معالي وزير التربية والتعليم. معا نستطيع زي ما فخامة الرئيس بيقول كل ما تكاتفت الجهود نستطيع التغلب على كل التحديات. مما لا شك فيه من جديد الإصلاح الزباكي جرزمة من الإجراءات بتسير بالتوازي جنبا إلى جنب من أجل الارتقاء بحياة الناس البسيطة. مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة الرئاسية الحانية اللي بيقودها شباب، صناعة مصرية خالصة 100%، 1409 قرية، 52 مركز، 20 محافظة في مرحلتها الأولى فقط، بتغير حياة الناس ومجرى حياة الناس. القادم أفضل، مصر تستطيع. توحدوا خلف هذه القيادة السياسية الواعية. لا الحقيقة إنه يمكن عن طريق محو أمية الكبار يا دكتور ناصف وحضرتك طبعا سيد العارفين، خرج من محو أمية الكبار أكثر من نموذج. أولا خلينا نشكرك يا دكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.